سبب رئيسي انه ندافع عن بلدنا وشعبنا ويعيشوا العالم بامان وسلام، ونحن مثلنا مثل الزلمه حقنا ندافع عن شعبنا وعن وطننا، والمساواه بين الرجل والمراه عندنا بسوريا قولا واحدا. لأنه البلد ما بس للشباب، لهن يدافعوا عنا كلياتنا، نحن نساء وشباب وكل كليات البلد لكل للكل، وكلياتنا لازم ندافع عنه.